ابتداء من 1500 درهم، إقبال كبير على الأغنام المستوردة بضواحي البيضاء. قبل المرور إلى التفاصيل، لا تنسى عزيزي المشاهد أن تضغط على إعجاب والاشتراك في القناة لتتوصل بكل الأخبار أولا بأول مع التفاصيل. وفق ما وثقته مصادرنا بعدد من الضيعات بضواحي مدينة الدار البيضاء، فإنه هناك إقبال كبير على الأغنام المستوردة من الخارج، خصوصا تلك القادمة من إسبانيا، ويتراوح سعر هذه الأغنام ما بين 52 درهم و 58 درهم للكيلو الواحد، أي بين 1500 درهم و 2500 درهم للخرفان الذكور. أما الإناث فيتراوح سعرها ما بين 1000 وإلى 1600 درهم وفق المصادر التي استقت الخبر. وفي التصاريح قال إسماعيل، وهو مربي أغنام بمنطقة سيدي مسعود الواقعة بضواحي الدار البيضاء، قام باستيراد آلاف رؤوس الأغنام من كل من إسبانيا ورومانيا والبرتغال. قال إن هذه السلالة شهدت إقبالا كبيرا، خصوصا المارينوس التي تعتبر من أفضل السلالات في أوروبا. وأوضح المتحدث أنه قام عند انطلاق عملية الاستيراد بإحضار حوالي 3000 رأس من الأغنام الإسبانية بيعت بالكامل مباشرة بعد وصولها للضيعة، ليقوم بطلب كميات أخرى لتلبية طلب الزبناء.